طبعا المؤتمر السنة دي مميز في كمية السبيكر اللي موجودين في المؤتمر، والبرنامج العلمي من البرامج القوية جدا، كذلك الحضور انا شايف ما شاء الله الاتنديد كتير جدا موجودين المرة دي. المعرض المصاحب للمؤتمر ما شاء الله برضو في كمية الشركات اكتر من كل سنة. انا شايف كمان المرة دي ان شركة اندكس العالمية بتاع المؤتمر تنظيم المؤتمرات لها بصمة واضحة في هذا المؤتمر، بالإضافة للشغل الموجود من الجمعية السعودية لطب الأسنان.